بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. النهاردة فيديو جديد زي ما احنا شايفين كده، هعمل معاكم الجبنة القريش بطريقة سهلة وبسيطة خالص. وكمان الحليب ده موجود عندنا في البيت، عند والدتي، من البيت، مش شارينه من بره. زي ما احنا شايفين ده لبن سبناه كده لحد ما يروب، يومين كده بره، يوم بره ويوم في التلاجة علشان يبقى متماسك، وكمان القشطة اللي على وشه تبقى طعمها حلو. فطبعا اللبن بيروب بسرعة جدا في الحر، زي ما احنا شايفين كده القشطة كده على الوش جميلة جدا. وطبعا المية اللي بتبان دي اللي هي ايه، عشان الجو حر وكده، فبنستخدمها طبعا. ممكن نعمل منها قرص طرية، ممكن نستخدمها كذا حاجة يعني، ممكن نضيفها على المش لو عندنا مش موجود في البيت. فطبعا هعمل معاكم النهاردة الجبنة القريش بطريقة سهلة وبسيطة خالص. زي ما احنا شايفين كده اللبن جميل جدا، ده يعتبر كده زبادي كامل الدسم. زي ما احنا شايفين كده قدامنا متماسك جدا، مش منزل مية كتير ولا اي حاجة، لان طبعا اللبن ده مضمون جدا، مفهوش ولا مية ولا اي حاجة. قوامه بصوا زي قوام الزبادي بالظبط، متماسك جدا وجامد، علشان كده الجبنة بتاعتنا هتطلع طعمها حلو قوي وكريمي خالص وطعمها حلو جدا. فطبعا لازم يكون الحليب اللي احنا جايبينه من مكان مضمون علشان تطلع معاك الجبنة كويسة. زي ما احنا شايفين كده القوام بتاع اللبن الرايب بقى حلو جدا، وتقدري كمان تاكلوه كده من غير ما نعمله جبنة. وطبعا زي ما احنا شايفين القشطة كده اللي طلعت من الطبقين اللي انا عملتهم لبن رايب، شلت من على وشهم القشطة. زي ما احنا شايفين القشطة حلوة جدا وطعمها جميل ما شاء الله يعني. زي ما احنا شايفين، يا رب فيديو النهاردة يعجبكم. وطريقة سهلة وبسيطة جدا للجبنة، مش معقدة ولا اي حاجة. يا كل الحكاية ان انا عايزة حصيرة، اسمها حصيرة اللي هي المخرمة اللي بيتحط عليها الجبنة، اسمها حصيرة، موجودة عند كل بيوت الفلاحين، وتقدر طبعا تشتريها لو انت في اي مكان، بس بتكون اصغر من كده. دي كبيرة طبعا لان هما بيعملوا كميات كبيرة، فتقدري برضو تشتري اللي هي الحجم الصغير من اي مكان ببيع الادوات المنزلية وكده. موجودة متوفرة يعني، بس دي حصيرة كبيرة زي ما قلت. بحط كده اللبن بتاعي في قلب الحصيرة وبسيبه خالص لحد ما يتصفى من المية نهائي، ما يكونش فيه مية نهائي خالص. زي ما احنا شايفين كده انا كبيت كده اللبن على الحصيرة وسبته على حاجة، بقى تقدري تحطيه على الحوض، على مثلا تحطي طبق تحتيه، طبق كبير، وتحطي الحصيرة فوقيه وتسيبيه يصفي المية منه خالص لحد ما يبقاش فيه مية، يعني تسيبيه 3 4 ساعات كده يصفي المية بتاعته. وبعد كده بايه هنشوف هنعمل ايه. المية دي طبعا زي ما انا قلت تقدري تستخدميها، تقدري تضيفي عليها كمان كيلو مثلا من اللبن وتعملي بيها مثلا قرص طرية، تقدري تحطيها على المش بقى طعمه حلو جدا. فاحنا نقدر نستفاد كمان من المية اللي هو اسمه الشرش اللي بيطلع من اللبن الرايب، وزي ما احنا شايفين مش بيطلع منه خالص، طالما اللبن او الحليب مضمون مش بيطلع منه مية كتير زي ما احنا شايفين معانا كده. وبضيف بس معلقة واحدة من الملح، معلقة كبيرة على حسب الكمية اللي انت عاملاها، معلقة كبيرة من الملح، وببدأ أدوب بالملح في اللبن وبدعك كده اللبن الرايب بإيدي عشان تبقى الجبنة ناعمة. لما تبقى كده خرط جبنة بتكون ناعمة جدا معاكي. ايه السبب؟ ان انت بتدعكيها بالملح، بتدعكيها بإيدك بالملح، فبتطلع معاكي النتيجة ان هي كريمي جدا وناعمة. فالخطوة دي مهمة جدا، مش ينفع يعني ترش عليها الملح كده وتسيبيها كتل كده زي ما كبتيها، لا مينفعش طبعا، لازم تدعكيها بايدك لو عاوزة الجبنة تطلع معاكي كريمي كده وطعمها جميل. تمام؟ فزي ما احنا شايفين طريقة سهلة وبسيطة خالص، مش محتاجة يعني اي تعليم نهائي، بس انا حبيت اوريكو الطريقة. فضلت كده بقى ادعك فيها حوالي كده يعني دقيقتين مش اكتر، يعني دقيقتين، وبتسيبيها بقى تصفي خالص ميتها لحد ما بيكونش فيها ميه.
طيب بعد ما بتسيبها تصفي ميتها بنسيب بنعمل ايه؟ بنعلقها على اي حاجة عندنا في المطبخ. هنا عند امي عاملين لها دقين لها حاجة كده في الحيطة، بيعلقوا الحصير عليها، بيكونوا رابطينها من ناحيتين وبيعلقوا الايه الحصيرة فيها الجبن عليها، وبيحطوا حاجة تحت علشان المية اللي بتنزل من الحصيرة لو فيها اي مثلا نقط مية فاضلة بتنقط فيها ايه من تحت، تمام. فبتفضل طبعا انا مثلا لو انا عاملاها النهاردة مثلا الظهر، بكرة على طول تقطعي الجبنة في الحر ده، بكرة على طول تقطعي الجبنة وبتاكلي منها، وبتبقى بصوا طعمها جميل جدا. فزي ما احنا شايفين كده صفت ميتها معانا، ما بقاش فيها مية خالص، طبعا ممكن يكون فيها بعض نقط المية هتنزل لما ايه لما علقها على حاجة في المطبخ. اي حاجة بقى عندك في المطبخ تقدري تعلقي عليها الحصيرة، زي ما احنا شايفين كده المية بتاعتها اختفت خالص اهي، سبتها مثلا قولوا كده 3 4 ساعات تصفي المية بتاعتها. وهبدأ اعلقها دلوقتي كده على مثلا ولا مسمار كده دقينه في الحيطة، وايه وهنعلق الحصير عليه، وهنسيبه لحد تاني يوم الصبح، وبعد كده هنقطعها واوريها لكم. زي ما احنا شايفين كده انا علقتها على الحيطة اهو، تاني يوم بقى هنشوف النتيجة بتاعتها وطلعت معانا الجبنة عاملة ازاي. جربوا الطريقة دي هتعجبكم جدا، دي طريقة الجبنة الفلاحي العادية اللي اي حد طبعا بيعملها. وطبعا اللي مش عنده حصيرة قلت لكم في حصيرة بتتباع في عند الأدوات المنزلية، بتكون أصغر من دي بس طبعا نفس النتيجة ونفس اللي هي العلامات اللي بتكون على الجبنة اللي هي المخططة دي، يعني حلوة جدا. زي ما احنا شايفين فضل سبتها لحد تاني يوم، هبدأ بقى أقطعها بالسكينة كده خرط زي ما بنشتريها من بره، تقدري بقى تتحكمي في الخرط زي ما انت عاوزة. طعمها حلو جدا وناعمة وصحية جدا، احسن بكتير طبعا من الجبن المغلفة. وطبعا تقدري مثلا تعمليها جبنة قديمة، تسيبيها بس ترش عليها كمية من الملح كتير جدا، يعني مثلا 2 معلقة كبار ترشيها مثلا على الكميه اللي انا عملتها، وتسيبيهم لحد ما ينشفوا خالص، وبعدين ايه بتحطيهم في قلب المش. هي دي الجبنه القديمه، هعملها معاكم برضو ازاي بنخزن او بنحدق الجبنه القديمه، هعملها برضو.